بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد ابن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، نقدم لكم استراتيجية أحمر أخضر وتطبيقا على درس رحلة حبة قمح. كلمة أنا بها همزة وصل، إذا كانت الإجابة صحيحة تعطيني أحمر أخضر، إذا كانت خطأ تعطيني أحمر. يبقى أنا همزة وصل، لأنها همزة قاطع، فإذا الإجابة خطأ، إجابتكم صحيحة. طيب، مضاد كلمة ناعمة خشنة، لا أحد ينظر إلى الثاني. كلمة الملمس بها الشمسية، الفلاح مد بالواو. أنتما الاثنين ممتازين، أشكركما. هات 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 اللي بنادي عليه المؤدب، كله يجلس مكانه. المؤدب بقول له تعال تعال يا ريان، أنت وفراج. خلاص، مضاد يغطيني يكشفني. خلاص لا تجاوب، أنا أشوف بس الإشارة. مضاد يزداد، مضاد يزداد يقل، مضاد يزداد يقل. إذا كانت الإجابة صحيحة تعطيني أخضر، إذا كانت خطأ تعطيني أحمر. خلاص، أنا أقول الآن مضاد يزداد يقل أو ينقص. خلاص، هي الاثنين بمعنى واحد. خلاص، ناعمة تنتهي بهاء، الحقول بها مد ألف، الحقول بها مد بالألف. الحقول بها مد ألف، آخر كلام نثبت. طيب، الحقول بها آل شمسية. الاثنين ممتازين، أختار مؤدبين، أختار المؤدبين، ليسوا هتان، كله هيطلع. تحت مضادها فوق. خلاص يا ريان، صفراء بها مد بالواو، كلمة جزوري بها مد واو ومد ياء، تنمو بها مد بالألف. الاثنين تنمو، آخر كلام. طيب، ممتازين. عبد الله وبراء، عبد الله وبراء، ما خرجت يا ريان؟ خلاص مرة واحدة، زملائك يشاركون. الأرض، الأرض تبدأ بهمزة وصل. كلمة الأرض تبدأ بهمزة وصل. ريان، لو خرجت مرة أخرى لن تشارك في الاستراتيجية القادمة، اجلس مكانك. جمع كلمة الأرض الأرضان، جمع كلمة الأرض الأراضي، بسنابلي بها مد واحد. الاثنين ممتازين، أشكركما. عبد الملك وسعود، التي بها مد بالياء، التي بها مد بالياء.
براء وفراج وريان أرجو الهدوء. يغطيني بها مد بالواو، ويغطيني بها مد بالواو، ويغطيني بها مد بالواو. ممتازين، أشكركما. حتى يشارك الجميع، من لم يخرج بعد؟ خالد وفهد وعبد العزيز سيخرج. هيا، في حد تاني لسه ما خرجت؟ خلاص. انتبه. طولي بها مد واو ومد ياء. إذا كانت الإجابة صح تعطيني أخضر. طولي بها مد واو ومد ياء. الإجابة صحيحة، بها مد واو ومد ياء. أنا بها مد ألف. ممتاز. السؤال الأخير، مضاد ناعمة خشنة. ممتازين. تعال عبد العزيز، تعال من مؤدب، تعال نواف، عشان نواف مهذب لا يتكلم. خلاص. يسقيني بها مدين ياء. يسقيني. ممتازين. طيب، حبة جمع كلمة حبة حبتان، جمع كلمة حبة حبات أو حبوب. في الختام نشكر الأبطال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.